عفوا يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منك. Allah.
أمين.